السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عائلة سادس الأبطال، يا رب تكونون بخير. شعارنا نيفر جيف اب وهدفنا إن شاء الله العلامة الكاملة بالوزاري. اليوم راح ناخذ المراجعة المركزة للوحدة الثالثة يونت 3. يونت 3 عبارة عن تعاريف في الشرطية بأربع أنواعها: سؤال المنقول والندم. هاي المحاضرة راح تكون خاصة بالقواعد، أما المحاضرة الثانية حتكون خاصة بالقطع والمفردات. زين، احنا عندنا ملحوظة المراجعة المركزة للوحدة الثالثة بوكس الرصاصي، البوكس الرصاصي والجمل المحلولة مطلوبة وزاريا. هذا الموضوع مال الديفينيشنز، التعريف يجي كل دور وزاري عليه درجتين، كل دور وزاري عليه درجتين. راح اكتب لك اياها هنا كملحوظة، كل دور شنو وزاري عليه ايش قد درجتين. يبي سؤال يجيك في سؤال القواعد، بسؤال القواعد هذا موضوع التعريف بطريقتين، طريقتان. الاولى فقط اسم التعريف، يعني بهاي الطريقة، والثانية اسم التعريف وجزء من التعريف. هذا اسم التعريف وهذا جزء من التعريف، لازم اني اكمل الجزء المفقود. انا كطالب لازم احفظ التعريف، لان اذا جاب لي هاي وين انطي وجهي؟ هو صح الوارد بالوزاري اسم التعريف وجزء من التعريف اكثر شيء، بس هاي مو معناها ما جاي وزاري، لا جاي. فاذا انا لازم احصن نفسي احفظ التعريف كامل. هنالك طريقتان، الاولى والثانيه. زين، انا عندي قاعدتين، الاولى هاي اللي هي الا والان حسب اسم المهنه. اذا اسم المهنه صحيح انا اخلي ا، اسم المهنه الا انا اخلي ان. بعدين is someone who، اذا someone who تعامل معامله المفرد. وراها شضيف للفعل، اضيف للفعل اس الشخص الثالث ثم التكمله. ثم شنو التكمله؟ نجي هسه ديفاين اركيتكت. شنو معنى اركيتكت؟ معنى الاركيتكت المهندس المعماري. هذا وظيفته مكتبيه بس ما يطلع يعني لمكان العمل. خذها اعرف اني شنو المهندس المعماري. هاي لازم حافظ التعريف. ايش راح اقول؟ اول شيء اباوع على المهنه، بادي بيا حرف الا، اذا اقول ان اركيتكت حتى اطبق قاعده. هاي ان وهذا اسم المهنه، وراها عباره is someone who، طبقت هاي القاعده. بعدين اجيب فعل به مضاف الى اس الشخص الثالث، اذا اجيب وظيفته designs، ضفت للفعل اس الشخص الثالث، ثم شنو وظيفته؟ وهو تصميم المباني او البنايات، designs buildings. هاي الطريقة الاولى فقط اسم التعريف. الطريقة الثانية لا، ينطيني شنو؟ ينطيني اسم التعريف وجزء من التعريف، اني اكمل الجزء المفقود. يا بهم رحم الله والديك. اذا انا اباوع على اسم المهنة، لان بادية بحرف علة اني اقول ان architect، وراها عبارة is someone who. زين، اجي اباوع على الفعل، مرات يخدعني، اجي مو قبل تنزلها، باوع على الفعل بي اس، لا، اذا لازم انت تضيف من عندك اس الشخص الثالث designs، وراها تنزل buildings تصميم المباني او البنايات. مرات هو ينطي الاس، مرات ما ينطيها، انت لازم او لازم تنتبهون، تنتبه. زين، شنو اللي انا ضفته؟ ضفت الان، ضفت هاي العباره is someone who وخليت للفعل اس الشخص الثالث. الطريقه الثانيه بالوزاري هم يجي ا او ان، اذا باديه بصحيح اني اخلي ا، باديه بألا اني اخلي ان، is someone who. وراها شو الثاني؟ انطاني از. هاي الاز شو كنت استخدمها؟ من اشوف اني عباره responsible for. شنو معنى responsible for؟ معناها المسؤول عن. باوع هنا ما خلينا، لان ماكو responsible for. من تجي عباره responsible for اني اسبقها باز. فاذا كم از تصير عندك؟ اثنين. هاي بالوزاري درجه والاز وحدها درجه. وراها لو تجيني كلمة بها ing، لو يجيني مباشرة اسم، هذا ing مو فعل، ايضا راح اقول عليه شنو؟ اسم. مثلا
define lifeguard. lifeguard اللي هو المنقذ. المنقذ. زين هذا 2019 وتاري responsible for مسؤول عن the. شي يجي ورا the اسم. اذا هذا the safety of swimmers. safety اللي هي سلامة السباحين. انا هسه اريد شنو اعرف lifeguard. اباوع على الاسم. بادي بحرف صحيح اذا اقول life شنو guard وراها is someone who. منو عندي كلمة responsible for اذا لازم اخلي is ثانية وانزل الباقي كما هو responsible for the safety of swimmers. اوكي طلابنا الاعزاء اذا شفت عبارة responsible for تسبقها ب is. اذا ماكو لازم تخلي للفعل اس الشخص الثالث. طريقتين لو بس التعريف لو التعريف جزء من عنده. نجي ناخذ هاي امثلة وذني وزاريات طبعا. define lawyer شنو معنى lawyer المحامي. شنو معنى lawyer المحامي gives people advice about the law. عندك كتاب النشاط صفحة 49 و50 تعاريف. عندك تقريبا او هن 19 تعريف لازم يجي واحد من اذن وزاريين. لذلك هم دي يسهلون المهمة دي يطوق جزء من النص. انت عليك شو تسوي بس تضيف الجزء المفقود. define lawyer اجابه على الاسم هذا ال حرف صحيح. شو اقول a lawyer المحامي وراها is someone who. اجي اباوع ايش ناطيني هو ناطيني اس الشخص الثالث. هنا ما كان ناطيها انا ضفتها اما انا هو ناطيها. اذا بس اقول نفسها انزله gives advice to people about the law. نجي الثانية define marketing manager اللي هو راح يكون مدير التسويق. مدير منه تسويق. ايش ناطيني responsible for selling. selling هنا بيع يعني اسم. and advertising واعلان products المنتجات. زين خلينا نجي نعرف شو حقول. define marketing manager شو حقول اباو علي حرف شنو حرف صحيح a marketing شنو manager is someone who اباو منو عندي كلمة هنا عندي responsible for. شنو يسبق responsible for يسبقها is responsible for. responsible for selling and advertising. advertising شنو products وتنتهي الجملة. نجي للتعريف الثالث define cartoonist. cartoonist اللي هو رسام الكاريكاتير. رسام منه الكاريكاتير. اوكي هذا الرسام شنو شغله draw amusing picture. خلينا نعرفه سي شو حقول a cartoonist is someone who اباوع هذا الفعل بس لا لازم انا اضيف له draws يرسم amusing pictures يعني صور فكاهية مضحكة. نجي التعريف الأخير وهو define hotel manager. hotel manager مدير الفندق. مدير منه الفندق. شناطيني كلمة responsible for. running مو يركض معناها إدارة الفندق. إذن أباوع الاسم صحيح. ايش راح اقول a hotel شنو manager نفسه نزله وراها is شوفوها ثابتة ما تتغير someone who. من ينطاني كلمة responsible for اسبقها بيش راح اسبقها ب is responsible for running a hotel وينتهي التعريف وتاخذ درجتين. اذا طريقتين فلازم انت حافظ التعريف
خليكم وياي، راح نروح لموضوع جديد. رجعنا وياكم طلابنا الاعزاء، راح ناخذ هسه اف كلوز، اف الشرطيه، اربع انواع. اول خطوه اف الشرطيه كم نوع؟ فور تايبس، فور كايندز، اربعه انواع. زين، هاي اف الشرطيه ايش تحتاج؟ لازم بيها شقين. كم شق بيها؟ اثنين. الاول نسميه عباره اف، والثاني الجمله الرئيسه. عباره اف الجمله الرئيسه. اذا كم شق بالاف؟ اثنين. اذا اف بالبدايه، اجتي في بدايه الجمله، اني اخلي فارزه. هسه هاي اف وين؟ بالبدايه. ايش خلينا؟ فارزه. اف وين؟ بالبدايه. ايش خلينا؟ فارزه. لكن اف اذا اجت وسط الجمله تهمل الفارزه، اف راح تحل محلها. باوع هنا اف بالوسط تهمل الفارزه، اف بالوسط تهمل الفارزه. اذا كم جزء للاف؟ شقين، جزئين. الاول عباره اف، والثاني الجمله الرئيسه. عباره اف فعل الشرط، الجمله الرئيسه جواب الشرط. شنو الجمله الرئيسه؟ يعني الجمله اللي ما بيها اف. الجمله اللي ما بيها شنو؟ اف. هسه هاي عباره اف، هاي الجمله ما بيها اف، هاي جمله رئيسه. هاي عباره اف، هاي ما بيها اف، هاي الجمله الرئيسه. هاي منو؟ عباره اف، هاي الجمله الرئيسه، وهكذا. اذا الجمله الرئيسه اللي ما بيها اف. زين، كم نوع للاف؟ اربعه. كم شق للاف؟ اثنين. بدايه فارزه، وسط تهمل الفارزه. ملحوظتين كلش مهمه للاربع انواع، وهي عند الحل اباوع المحلول يلا اجي على المطلوب. ليش؟ حتى ابين نوع الاف. ابين منه نوع الاف، لان كم نوع عندي؟ فور. اذا اروح على المحلول ثم المطلوب. ملحوظه الثانيه كلش مهمه، عباره اف لا تاتي صيغه سؤال ابدا، ما تجي اف بالسؤال، تجي اثبات ونفي. الجمله الرئيسه تجي اثبات ونفي وسؤال. يعني شق اللي ما بي اف يجي ثلاث حالات، اثبات نفي سؤال. اما شق الاف يجي حالتين، اثبات ونفي، ما تصير سؤال. نجي للنوع الاول اللي هو زيرو كونديشنال، الخاليه من الشرط. هاي الخاليه من الشرط ايش بيها؟ احداث ثابته. مثل ايش حدث ثابت؟ شروق الشمس، فصول السنه، احداث شنو؟ ثابته. حقائق علميه، مثل ايش الحقائق العلميه؟ الاكل اذا ما خليه بالثلاجه يفسد، حقيقه علميه. زين، النبات اذا ما اسقيه يموت، حقيقه علميه. وعندنا ارشادات، شنو الارشادات؟ ارشادات مثلا دق التليفون، راح تطلع لك ايقونات اثنين، واحده حمراء وواحده خضراء. الخضراء الاجابه على الاتصال، والحمراء ترفض الاتصال. وين الشرط؟ ما تحتاج شرط. اذا اني شفت هاي الثلاثه الخاليه من الشرط. زين، شنو الزمن اللي يناسب هذا المعنى؟ المضارع البسيط، present simple و present simple. ضاو عليه اف مضارع بسيط، والجمله الرئيسه مضارع بسيط. لازم اكو شنو؟ اكو بين الاف والجمله الرئيسه تشابه. بمن؟ بالازمنه. ليش؟ حتى يتحقق فعل الشرط ويتحقق جواب الشرط. يلا، شو تريد؟ الخاليه من الشرط مضارع بسيط، والجمله الرئيسه مضارع بسيط. شنو الجملة الرئيسية اللي ما بيها اف؟ بالمناسبة أنا أقول الرئيسية لأن هاي أصح لغويا باللغة العربية، ماكو رئيسية. الرئيسية أصح باللغة العربية. زين، نجي نتفرع أكثر. اف ورا الاف يجي فاعل، ليش ما يجي فاعل؟ لأن ما تصير سؤال. لأن ما تصير سؤال. هذا الفاعل نوعين، لأن مضارع بسيط نوعين، مفرد وجمع. مفرد شنو؟ جمع. انا دي زمن مضارع، راح يجيني اف مضارع. زين، المضارع الفعل لو مجرد لو اس، ايش وقت يكون الفعل مضاف الى اس؟ من الفاعل مفرد. وايش وقت يكون مجرد؟ من الفاعل جمع. ودائما الاي يجي ويا من؟ يجي وراء فعل مجرد، لان يعامل معامله الجمع. تكمله فارزه، نعيد. اف فاعل مفرد جمع، مضارع اس ومجرد تكمله.
إثبات ونفي ما تصير سؤال. إذا عندك بي بين الأقواس هاي البي شو تصير؟ is are am كل حسب فاعله. ال is لفاعل المفرد، ال are لفاعل الجمع، وال I يأخذ ال am. إذا أعطاني be not or not be or not شنو be شو سوي؟ رأسا isn't aren't am not. ليش؟ لأن قلنا البي شو تصير؟ is are am، والنوت أخليه قدام. لكن إذا أراد not to فعل مجرد، not وفعل مجرد يعني ماكو be، not وفعل مجرد ماكو شنو be، إن بهاي الحالة أنا أشغل do و does. شو أشغل؟ do و does. do للجمع و does للمفرد، ويبقى الفعل مجرد. وإذا ما صار مكان مجرد أنت تسوي مجرد. نجي هسه شق الجملة الرئيسية، لأن مضارع بسيط يشابهن بس شيل الاف، فاعل مفرد جمع اس ومجرد تكملة، لكن ثلاث حالات اثبات نفي سؤال. راد مني بي، البي شو تصير؟ is are am. راد بي ونوت شو تصير؟ isn't aren't am not. وعرفنا احنا قلنا is مفرد are جمع والام تأخذ الاي. اذا نوت وفعل مجرد قلنا don't و doesn't، ويبقى الفعل وياهم شبيه مجرد. هاي القاعدة مال من؟ مال الخالية من الشرط. نفسها اقدر احول الاف هنا واجيب الجملة الرئيسة هنا، كلش طبيعي. يعني انا ايش اسوي؟ اقلب بمن؟ بالجمل. يعني اف بالوسط هاي تروح بالوسط، والجملة الرئيسة بالبداية. هذا شق الجملة الرئيسة وين يجي؟ بالبداية. خلي نجي ناخذ هاي الجمل، طبعا هذا موجودة صفحة 51 من كتاب النشاط الزيرو كونديشنال. احنا نرجع للملحوظة الأولى، عند الحل أباوع المحلول ثم أرجع المطلوب، وأكو قاعدة راح ننتبه عليها. أول خطوة احنا متفقين نحلل الجملة. ملحوظة تخليها ببالك، شنو هاي الملحوظة؟ الملحوظة كالتالي: إذا الجزء الخاص، الجزء الخاص بمن؟ بالجملة الرئيسة. إذا الجزء الخاص بالجملة الرئيسة يعني اللي ما بيها إف مضارع، غصبا ما علي إف، غصبا علي إف تصير شنو؟ مضارع. إف شو تصير؟ مضارع. إذا الجزء الخاص بالجملة الرئيسة اللي ما بي إف مضارع، غصبا علي أسوي إف مضارع. شنو هاي؟ خلينا نجي نحلل الجملة. المطلب وين صاير؟ بعبارة إف. هذا المطلب. إجي شراد من عندي بين الأقواس correct صح. أجي أباوع منو عندي؟ كانت. كانت علي من الدول على المضارع، هذا الشق الجملة الرئيسة. شلون عرفته؟ ما بي إف، إذا ما طول صار مضارع غصبا ما علي إف تصير مضارع. اف انزل الاف وسط الجمله، من الفاعل؟ اي. اجي اباوع قلنا الاي يعامل معامله منه جمع، شلون يكون الفعل مجرد؟ اذا نفسه انزله راح اقول درينك، وهاي 2021 وزاري، بس نفس الفعل نزلته اخذ الدرجتين. نجي الثانيه، اف اي لند ماي براذر سيديز، باوع هذا اي، وهذا الفعل لند، الفعل شبيه مجرد، اذا الزمن مضارع. ايش راح يقول لي؟ زيرو. هي اولويز لوز ذم، باوع اولويز دائما تيجي مع المضارع، تيجي مع المن؟ مع المضارع. اجي اباوع على الفاعل، من الفاعل؟ الفاعل هي، اذا فاعل شبيه مفرد، الفاعل شبيه مفرد، من الفاعل مفرد شو نضيف للفعل؟ اس الشخص الثالث، اذا لوز راح تصير لوزز. اضفت للفعل اس الشخص الثالث. الوراها ماي بيرنتس والدي جمع، هذا اذا الفعل هنا شبيه مجرد، ومن الفعل مجرد يعني الزمن مضارع، الجمله الرئيسيه ليش ما بيها اف مضارع؟ غصبا ما علي اف مضارع، اذا انزل اف. هذا الاي، الاي مفرد يعامل معاملة الجمع، شلون يكون الفعل
مجرد أني أنزل الكم كما هي نفسها. نجي نقطة رقم 4. If there is no water, إذا ماكو مي. There is. الـ is دائما تجي للمضارع. The grass not to grow. والمطلوب zero. The grass not to grow. باو قال be not. لا لا عدش قال. قال not to فعل مجرد. قال not وفعل مجرد. هذا not وهذا فعل شنو مجرد. إذا أنا بهاي الحالة لو do لو does. أجي أباوة أنا حكتبهم اثنينهم وانتو اختاروا بعدين رح نشوف الإجابة صحيحة لو خطأ. انتو اختياركم. لو أقول doesn't grow أو أقول don't grow ياهو الأصح. خلينا نجي نباوع ونحلل جملتنا. The grass معناها الأعشاب يعني اللي يصير بالأرض الحشيش. زين هذا الاسم the grass معدود لو غير معدود؟ هذا اسم غير معدود. والغير معدود شلون يعامل؟ معاملة منه المفرد. اذا احنا بالمفرد شو نخلي do لو does؟ لا والله اني اخلي does. اذا don't اختيار خاطئ. don't اختيار شنو؟ خاطئ. الجواب doesn't. زين انا ليش جبت doesn't؟ لان عندي not مجرد ما عندي be و not. جملة رقم 5. plants die. هذا هنا الجملة الرئيسية. فعل مجرد يعني الزمن مضارع. if you شنو اكو not water. اذا not to فعل مجرد. not to فعل مجرد. لو do لو does. اجي اباوع الفاعل اليو دائما نعاملها شنو جمع. اذا شنو نقول if you don't water them وتنتهي الجملة. انت ايش ضفيت؟ بس دو هو النط موجودة والواتر مجرد. بس انا شو عرفت استخدم الدو والداز؟ لان ما اجت بي ما اجت شنو بي اجاني نط وفعل شنو مجرد. زين نجي على unless اللي هي من هي unless. هاي unless راح تجي بالنوعين الزيرو والفيرست. اخذها قاعدة الزيرو والفيرست توأم بالاستخدام. لذلك بالوزاري دائما دائما يستخدم الفيرست ما يجي على الزيرو. من النادر جدا يستخدم الزيرو بس لازم اشرحها. خلينا نجي على unless. معنى unless ما لم. معنى unless ما شنو؟ ما لم. تعوض عن if زائد not يعني تعوض عن if بحالة منه بحالة النفي. اثنين تعوض unless عن النفي. اصلا هي شنو؟ اصلا هي منفية فما يحتاج نخلي لها اي دلالة نفي. ثلاثة الجزء الذي ليس فيه unless يعني اللي ما بي unless لازم يكون منفي. لازم شلون يكون منفي؟ انواع النفي not never no فعل سلبي die فعل سلبي forget فعل سلبي. صفة سلبية مثل ايش صفة سلبية؟ وهواي عندنا صفات سلبية مثل bad sad terrible الى اخره. خلينا نشوف هاي الجملة. هاي الجملة موجودة ايضا في كتاب النشاط صفحة 51 جملة رقم 7. food go bad unless you keep it in the fridge. يقول الطعام يصبح سيء ما لم تحتفظ به وين؟ بالثلاجة. خلينا نجي نحلل. عندي منو؟ عندي unless. واحد تعوض عن منو؟ عن if. عوضت عن if شلون؟ لان if اجت بالوسط هملت الفارزة. هذا صح. تعوض unless عن النفي من اليو لحد كلمة fridge. you keep it in the fridge. اكو شي من ذن الخمسة موجود هنا؟ لا. اذا اشبيها؟ اذا عوضت عن النفي. الجزء الذي ليس فيه unless يعني من هو جزء؟ جزء الجملة الرئيسية. جزء منه الجملة الرئيسية لازم يكون منفي. وين النفي هنا؟ food لا food اسم. go go فعل. bad صفة سلبية. bad شبيهة صفة سلبية. اذا صار الجزء شنو؟ منفي. اتحققت عندي شروط. هسه انا اجي احل. راح انزل food. زين هنا الفود لازم هنا بالزيرو احنا بدنا نشتغل.
اذا بي زيرو لو الفعل يبقى جو مجرد لو اضيف للفعل اس الشخص الثالث. لو اس الشخص الثالث لو شنو مجرد. اجي اباوع على الاسم فود راح نقول اسم والاسم غير معدود اذا يعامل معاملة منه المفرد. المنع عامله معاملة المفرد. اذا هنا جو ايش راح تصير؟ راح تصير جوز. ايش ضفنا للفعل؟ ضفنا للفعل اس الشخص الثالث لان الفاعل مفرد. ضفت الفعل شنو؟ اس الشخص الثالث باد unless you keep it in the fridge. لا تنسى الباد هنا صفة سلبية عوضت عن منه عوضت او نوع من انواع النفي. فتحقق عندي الشروط الخاصة بمن؟ الخاصة بانليس. خليكم وياي راح نروح نشرح النوع الثاني وهو الفيرست كونديشنال. اوكي طلابنا الاعزاء رجعنا وياكم راح ناخذ الفيرست كونديشنال الشرطية الاولى. نرجع اف كم جزء؟ جزئين. فعل الشرط جواب الشرط اف في البداية نخلي فارزة اف في الوسط. تهمة للفارزة الملحوظة الأولى قلنا نباوع على المحلول بعدين على المطلوب حتى يبين نوع الاف. الملحوظة الثانية اف ما تجي شنو؟ ما تجي في صيغة الاستفهام. الشرطية الأولى ايش بيه؟ حدث محتمل الحدوث وين؟ بالمستقبل. حدث محتمل الحدوث وين؟ بالمستقبل. أطلقنا عليه تسمية تنبؤ يعني لو يصير لو ما يصير والسبب احتمالية وقوع الحدث. if زائد present simple إذن الزيرو والفيرست توأم بالاستخدام لأن هم تريد مضارع بسيط. شق الجملة الرئيسة راح يكون مستقبل بسيط. البسيط ويا البسيط يحقق لي فعل الشرط ويحقق لي جواب الشرط. زين نفس الفعالية if زائد فاعل مفرد جمع. إذا مفرد نضيف للفعل s وإذا مجرد يكون الفاعل جمع والآ يعامل معاملة الجمع فعل مجرد. إثبات ونفي. إذا عندي بي تصير is are am. عندي بي not شو تصير؟ isn't aren't am not. عندي not فعل مجرد أما do أما does حسب الفاعل. الشق الثاني من الجملة شق الجملة الرئيسة مستقبل بسيط. كل كلمة مستقبل لازم أني أخلي الفعل المساعد will. شخلي الفعل will زين. فاعل هذا الفاعل إحنا راح نعرفه شنو نوعين إما فاعل مفرد إما فاعل شنو جمع وهذول الثلاثة يجون ويا المفرد والجمع. إذا نسيت الوول واللي هي تعتبر الأصل العمامة المرجع مالتهم تخلي كان. نسيت الكان تخلي مي. هذا الثلاثي أفعال مساعدة يجي وراهم فعل رئيسي مجرد. بعض الأحيان ما يجي فعل يجي لو اسم لو صفة شنخلي نخلي بي حتى تحل محل المجرد. إذا البي ويا الوول ثابتة ما تتغير. أما البي بعبارة if تصير is are am. زين نريد ننفي بيش راح ننفي؟ will تصير will not هذا المساعد. اختصارها want. انتبه بالوزارة يجيب لك want نص السنة يجيبوا لكم want يعني معناها will not. can't can not والmay ما تختصر تصير may not يبقى وراها الفعل مجرد. أما في حالة السؤال هذا الثلاثي يجي وين؟ يجي قبل الفاعل ونخلي علامة الاستفهام. هذا ما يتعلق بمن؟ بالشرطية الأولى تشبه الزيرو تشبه الزيرو. أوكي نجي هسه على اكسرسايز اللي موجود صفحة أيضا 51 اكسرسايز بي 51-52 first conditional الشرطية الأولى. خلي نباوع if I not pass هذا المطلب. اوكي هذا المطلب مالتي ايال عندي من جايه؟ جايه من الوال تيك ات نيكست يير وعندي دلاله زمنيه اللي هي من هي النيكست يير. اذا الشق الثاني مستقبل لازم اف تصير مضارع. يلا نحفظها هيك ونفهمها. اذا اف مضارع الجمله الرئيسه مستقبل. اذا الجمله الرئيسه مستقبل اف مضارع ثابته. يا
يلا تمام تمام. اف مضارع جملة رئيسة مستقبل، جملة رئيسة مستقبل اف تصير مضارع والمضارع بسيط. اذا شو راح نحل؟ راح نحل بهذه الطريقة. خلينا نباوع عندي نوت وفعل مجرد ماكو بي، اذا لو دو لو داس حسب الفاعل. بما انه الاي هو الفاعل والمفرد والاي مفرد يعامل معاملة الجمع، ايش راح اقول؟ if I don't pass if I don't pass ونحل الموضوع. جيب الدو هو ناطين الفعل مجرد، خليته انتهى الموضوع. جملة رقم 2 if anyone need advice about their application form، اذا احتاج اي احد نصيحة عن استمارة التقديم I be here for help. وراح يجي بين قوسين يقول لي شنو؟ correct. شو يقول لي؟ correct. هذا correct صحيح. نجي هنا مطلب رقم واحد، هذا طبعا مطلب رقم واحد وهذا مطلب اثنين. شنو بين الاقواس؟ correct. مطلب رقم واحد، مطلب رقم اثنين، وشنو بين الاقواس؟ correct. اذا شوية تخلي بالك، راح اكتب لك هاي الملحوظة مهمة جدا جدا. إذا جاء تصحيحان، إذا جاء تصحيحان في الجملة، كم تصحيح يجي بالجملة؟ اثنين. واحد اثنين، واحد اثنين. إذا جاء تصحيحان في الجملة والمطلوب بين الأقواس، والمطلوب بين الأقواس، قايل لي correct. شنو correct؟ صحيح. مباشرة نستخدم الشرطية الأولى. شو نستخدم؟ الشرطية الأولى. يلا كم مطلب بالجملة؟ مطلبين. شنو بين الأقواس؟ correct. شنو correct؟ صحيح. مباشرة الشرطية الأولى. شنو الشرطية الأولى؟ يعني if زائد مضارع والجملة الرئيسة راح تكون مستقبل، ونقول مستقبل يعني شنو؟ يعني الول. خلينا نجي نحل هسه. نجي if anyone need، خليوا بالكم كل كلمة anyone anybody، no one nobody، everyone everybody، someone somebody تعامل معاملة المفرد. شلون عاملها معاملة المفرد؟ إذا need شو حصير؟ if anyone need شضيف للفعل اس الشخص الثالث، لان شلون دا عامله مفرد والمفرد ايش ياخذ؟ اس الشخص الثالث. هذا واحد. اذا اف طبقت مضارع، الشق الثاني لازم مستقبل. شو حصير الجمله هنا؟ I will be here for help. هسه البي ليش ما تغيرت؟ ليش بقت البي؟ احنا ايش قلنا؟ قلنا هنا هي جايه شنو؟ جايه اسم مكان، اسم شنو؟ مكان، جايه اسم. والوال شو تريد وراها؟ الوراها تريد شنو؟ فعل مجرد. لان ماكو فعل بقينا البي. وضحت؟ نجي على رقم ثلاثه. If she not apply، مطلب واحد for this scholarship، ان لم تقدم لهذه المنحه she not get one، لن تحصل على اخرى. مطلب اثنين وبين الاقواس correct اللي هو صحيح. اذا جاء تصحيحان في الجملة والمطلوب correct، مباشرة الشرطية الاولى اف مضارع والشق الثاني مستقبل. يلا نجي هسه اف مضارع، اف انزلها، الفاعل انزله، شي شنو اكو؟ اكو نوت وفعل مجرد، اكو نوت وفعل مجرد. اذا لو دو لو داز حسب منه؟ حسب الفاعل. بما انه الفاعل مفرد اني اقول doesn't، وابقي الفعل apply كما هو مجرد. فارزة الشق الثاني she، لازم she يصير will مستقبل she won't، او اقدر اقول will not لان اكو not get، ويبقى الفعل مجرد. ما جبت be لان اكو فعل، جبت be لان اكو اسم. وضحت الفكرة؟ زين استاذ يصير الجملتين منفية؟ نعم يصير الجملتين منفية. الجملة الرابعة if you are offered، هسه شلون عرفت انا هذا الاف مضارع؟ هذا الاف مضارع ليش؟ لان الار تجي بس من المضارع.
استاذ مو هذا الفعل ماخذ ايدي، لا هذا مو ايدي، هذا هنا تصريف ثالث. اذا الجملة مبني للمجهول اذا يجي بعد الاز ار ام واز وير فعل ايدي او شاذ، يعني الجملة مبني للمجهول بس الزمن مضارع والدليل ار. If you are offered، إذا عرض عليك مكان في الجامعة، you accept، بس بيش منتهي الجملة؟ بعلامة استفهام. إذا لازم الجملة تصير شنو؟ استفهامية. إذا إحنا بالحال شو راح نقول؟ راح نقول will you accept it، ثم علامة السؤال. إذا إحنا سوينا بالسؤال، قدمنا الفعل على الفاعل، قدمنا الوضع على اليمن على منو؟ على الفاعل. استاذ شلون عرفته؟ مو قلت لك اذا اف مضارع لا اسوي الشق الثاني مستقبل. يلا اف مضارع شق الثاني مستقبل، الشق الاول مستقبل، لازم الشق الاف مضارع، وهكذا. وضحت الفكره؟ تمام. نجي على اليمن على الليس. شو اتفقنا؟ الليس تجي بزيرو بالفيرست، نفس الخطوات اللي اخذناها بهذاك الجزء، انه تعوض عن اف زائد النوت، تعوض عن النفي. الجزء اللي ما بيها لس لازم يكون منفي، وهاي انواع النفي. خلي نباوع من هاي، هاي لس هي ميك ا بيج افورت ذس تيرم فارزه. اذا عوضت لس عن اف، لان اف اذا بالبدايه بالوسط ايش اخلي؟ فارزه، واني خليت فارزه. زين، هي نوت جيت وان، هذا مطلب رقم واحد وهذا مطلب رقم اثنين، والمطلوب بين الأقواس correct صحح. إذن يا شرطية، الشرطية الأولى F مضارع والشق الثاني مستقبل، بما أنه ماكو F unless هي نفسها. شو راح أقول؟ راح أقول unless من الفاعل هي، بما أنه الفاعل مفرد أنا راح أضيف للفعل S. make شو تصير؟ تصير makes، أكمل باقي الجملة فارزة. نجي على الشق الثاني، هي لازم شي يصير مستقبل. شو اقول؟ هي won't اوكي اور ويل نوت جيت، واكمل باقي الجمله. الجزء اللي ما بي unless لازم شنو؟ منفي. انا عندي دليل على النفي اللي هو من هو؟ النوت. اذا صار الجزء اللي ما بي unless شنو؟ منفي. هذا ما يتعلق بمن؟ ما يتعلق ب الشرطية الأولى. لا تنسى أكو بصفحة 52 بوكس رصاصي جمل بي، هاي الجمل تحفظ. لا تنسى إحنا بالمراجعة المركزة، والمراجعة المركزة للطالب القاري فقط. أوكي زين، إذا جاك correct إف مضارع الشق الثاني قبل مستقبل، لا تروح بعد على الزيرو، عوفها زيرو. الشق الثاني مستقبل، إذا شفت إف مضارع الشق الثاني مستقبل، إذا شفت المستقبل لازم إف مضارع. وخليكم وياي ناخذ النوعين الأخيرة اللي هي السكند والثيرد. أوكي طلابي الأعزاء، راح نجي للنوع الثالث اللي هو السكند كونديشنال. الشرطية الثانية نرجع ونذكر، إف جزئين، عبارة إف والجملة الرئيسية، عبارة إف بالبداية أكو فارزة، عبارة إف بالوسط تهمة للفارزة. فعل الشرط، جواب الشرط، وعندنا أربع أنواع إف. عند الحل نباوع المحلول. يلا نجي على المطلوب حتى أبين نوع الإف. عبارة إف مصير سؤال. الشرطية الثانية حدث غير حقيقي خيالي بالماضي. الزيرو والفيرست مضارع، السكند والثيرد ماضي. نجي هسه هذا الماضي شنو؟ past simple ماض بسيط، past simple ماض بسيط، future past مستقبل ماضي. اذا الماضي ويا الماضي يحقق لي فعل الشرط ويحقق لي جواب الشرط. نجي هسه اف فاعل مفرد جمع، فعل ماضي، فعل الماضي لو ايدي لو شاذ ثم التكمله. قلنا اف تجي بحالتين، اثبات ونفي. بي، البي شو تصير بالماضي؟ واز وير. قبل شوي كنا ناخذ المضارع، هسه الواز للمفرد والوير للجمع. قال لي بي نوت وازنت ويرنت، لكن اذا اراد نوت تو فعل مجرد، اني راح اقول له ديدنت، ما اقول له دو داز، لان هيك بالمضارع. اني شريد ماضي،
اقول له didn't والفعل مجرد وديت فقط في عبارة if ما تجي بالجملة الرئيسية لان بالجملة الرئيسية اكو اصلا افعال مساعدة. ننتقل للجملة الرئيسية مستقبل ماضي الاصل would اذا مكان الوض اللي اخذناها قبل شوية would مكان الكان could بمكان المي might اريد انفي wouldn't or would not couldn't or could not والmight تصير might not وبالسؤال هذا الثلاثي يتقدم على الفاعل إذن الشرطية الثانية حدث غير حقيقي خيالي ماضي ماضي والماضي بسيط لا ايدي لا شاذ نشوف الجمل اللي عندنا second conditional صفحة 54 من النشاط if I have lots of money I would buy a race horse اني ارجع شاقول لك حلل الجملة عندي ود ورا الود فعل هذا الفعل شبيه مجرد اذا السكند كونديشنال شلون عرفتها اني ود ول فيرست لكن مستقبل بسيط هذا مستقبل ماضي اذا لازم اني الفعل يصير عندي فعل ماضي شاذ انزل الاف والفاعل اي الماضي مال الهاف هاد واكمل باقي الجملة نجي اثنين I not have to spend so long on my homework ما اقضي وقت هواي في اداء شنو اداء my homework واجبي اف اف بالوسط ماكو فارزة I have a computer of my own لو كان اني عندي شنو عندي حاسبتي الخاصة هذا مطلب اول هذا مطلب ثاني هنا قال لي قبل second conditional من ما يحدد first لكن اذا يريدها باقي الانواع لازم يحددها ايش ناطيني هنا second وشنو third او zero هسه شو محدد second لازم انا اشتغل على الماضي عندي الجملة الرئيسية الجملة الرئيسية شو خلي بيها واحد من ذني الثلاثة فش حصل الجملة I wouldn't شنو have to اكمل الجملة وصلت وين الاف ورا الاف اكو اي الهاف شنو الماضي مالته اف اي هاد اف اي شنو هاد شلون ماضي بسيط مستقبل ماضي لان صارت بالمقلوب صار المستقبل بالبداية والاف بالوسط كلش طبيعي هي بي مور اتراكتيف باو هذا الثلاثي لازم وراه فعل شنو مجرد ويت مجرد كود مجرد وعندنا المايت يكون مجرد واذا اجت بي البي راح تحل محل المجرد ليش لان ما راح يجي ورا الود والكود فعل لو صفه لو اسم لو جار ومجرور خلينا نحلل الجمله الاف وين صايره في الوسط شي يجي بعد الاف خل اشوف فعل ماخذ ايدي اذا اف هنا ماضي بسيط ماضي شنو بسيط لازم الشق القبل هيصير مستقبل والمستقبل ماضي والمستقبل شنو ماضي خلي نحل انزل الهي وراها شجيب ود ثم البي هسه انا ليش البي ما غيرتها لان عندي اتراكتيف صفة عندي اتراكتيف شنو صفة هي ود بي مور اتراكتيف اف واكمل باقي الجملة للنهاية يعني انا الاضافة مالتي الدرجتين من الوزاري بس انتبه على الفعل يعني لازم احلل الجملة لو كان ورا الاف مضارع بمكان الود وول لان هنا ورا الاف ماضي خليت ود وكملت باقي الجملة نجي على الجملة الرابعة what would you like شوف عندي ود وعندي الفعل لايك ايش بيه الفعل لايك ما بيه اضافة اذا مجرد if you can change one thing in your appearance زين هنا بما انه عندي المستقبل ايش بيه ماضي لازم اف تصير شنو ماضي ماضي كان كود وبالعافية عليك الدرجتين ماضي كان شنو كود الجملة الأخيرة اللي هي هاي مهمة واحد المطلب بين الأقواس correct كلكم تعرفون معنى correct صح نجي نحلل الجملة شنو عندي would ورا الود apply فعل شبيه مجرد إذا هاي يا شرطية الثانية هذا عندي المستقبل ماضي لازم هنا اف تصير
ماضي بسيط. هاني عندي البي تصير شغلتين. شو تصير شغلتين؟ لو واز لو وير. هسه احنا لو نجي للمنطق واللغة اثنيناتهم صحيحات، يعني حتى بالتصحيح الوزاري لازم ينطيك شنو؟ ينطيك درجة كاملة ان كان واز وان كان وير. لكن راح يجي جواب، هذا الجواب النموذجي، هذا الجواب ايش يحتوي؟ راح يحتوي على وير. ليش؟ استاذ مو لا ياخذ واز. احسنت، احسنتم، احسنتي. لكن بهاي الجملة اللي هي if I be you، بهاي الجملة if I be you اللي معناها لو كنت مكانك، يعني أنا هسه لو كنت بمكانك، هاي نصيحة لو تمني. إذا تقول لي تمني، أنا ما أتمنى أصير مثلك طالب صف سادس، لا، هاي نصيحة. إذا بس تشوف هاي العبارة if I be you، هاي العبارة موجودة بصفحة 54 وصفحة 82، هاي جملة صفحة 82. if I be you، بس تشوف if I be you تختار الوير. ليش؟ لعدة أسباب. أولا تدل على النصيحة وليس التمني. if I be you لو كنت مكانك، هاي نصيحة. باء عند المفعول به، من هو المفعول به هنا؟ يو. واليو على من يدل؟ يدل على الجمع. من يناسب الجمع؟ الوير. جيم راح تكون اكثر شنو؟ رسميه. راح تكون شنو؟ اكثر رسميه. اذا انت تشوفون هاي العباره if I be you انتم مغمضين وير، انتم مغمضين شنو؟ الوير. ما نختار الواز، مو معنى الواز خطا، لكن الجواب النموذجي راح يجي بيه شنو؟ راح يجي بالوير. وضحت الفكرة؟ إذا الشرطية الثانية ماضي بسيط، إف ماضي، والشرط الثاني مستقبل ماضي، يعني ود وكد وفعل مجرد. إذا جتي بالبداية فإف ماضي، إذا جتي إف بالبداية ماضي، إذا انشق الجملة الرئيسة مستقبل. خليكم وياي، حنروح للنوع الأخير. اوكي طلابنا الاعزاء، وصلنا للنوع الاخير من انواع اف، وهو الثيرد كونديشنال، الشرطيه الثالثه، حدث مستحيل حدوثه او يدل على الندم او الحسره. حدث مستحيل حدوثه يدل على الندم والحسره. قلنا نباوع المحلول، نرجع على المطلوب، لان صار عندنا اربع انواع اف، وبعدين اف ما تجي بالسؤال. قبل شويه كان الماضي بسيط، هسه الماضي تام، خلي ببالك ملحوظه، كل تسميه تام يعني لازم اكو الفعل بصيغه التصريف الثالث. كل تسميه تام الفعل بصيغه منه التصريف الثالث. اف زائدا فاعل مفرد وجمع، هاد فعل مساعد. من هسه اللي يقول لي ماضي تام اقول له هاد وتصريف ثالث. من يسالني شنو معنى ماضي تام؟ هاد وتصريف ثالث. ثم التكمله اثبات ونفي، هاي الجمله اثبات، اريد انفي، انفي الهاد، لان الهاد هنا فعل صارت مساعد، والمساعد هو يصير النفي. هدنت والتصريف الثالث. اما بي راح تصير بين، ليش؟ لان راح تتحول للتصريف الثالث. اذا اف ماضي تام مو ماضي بسيط، اذا ماضي بسيط النوع الثاني. النوع الثالث شلون اميزه؟ اخلي هاد وتصريف ثالث. زين، فيوتشر بيرفكت مستقبل تام، نفس الشيء، فاعل مفرد جمع، ويد كود مايت، لكن ورا الكود والود والمايت اكو فعل كان مجرد. هذا الفعل المجرد شنو صار؟ صار تصريف ثالث، لان الفيوتشر صار بيرفكت، صار مستقبل تام. اذا لازم نخلي هاف. هسه الهاف شنو سببها؟ حتى تحل محل المجرد. والمجرد شو يصير؟ يصير تصريف ثالث. اذا شفت ورا الود والكود والمايت هاف وتصريف، انت لازم تخلي للاف هاد وتصريف. اذا شفت ورا الود والكود والمايت فعل مجرد، انت لازم تخلي الفعل لو ايدي لو شاذ. تبع عليه هسه. عندنا صفحه 62 تمرين البي من الاكتيفيتي ثيرد كونديشنال. if I know about her problem، لو كنت اعرف عن مشكلتها، ود ورا الود هاف، ورا الهاف لاند، تصريف ثالث. اذا يا شرطيه، الشرطية الثالثة لازم اف تصير هاد وتصريف ثالث.
اذا بالحال ايش راح اقول؟ اف اي هاد تصريف النو نفسه واخلي ان بالاخير تصير نان واكمل باقي الجمله. الثانيه هم نحلل اف سلوى هادنت. هسه شنو اكو هنا؟ اكو هاد ورا الهاد تول تصريف ثالث. اذا هاي الشرطيه الثالثه هاد وتصريف ثالث لازم الجزء الثاني ويد هاف وتصريف ثالث ويد وهاف وشنو وتصريف ثالث. اذا راح اقول اي بعدين ويد بعدين ورا الويد هاف ورا الهاف البيش تصير تصير بن ريلي ليت. اوكي تخلص الجمله. نجي على وراها هم نأشر المطلوب المحلول ويد ورا الويد هاف ورا الهاف تصريف ثالث يا شرطيه الثالثه لازم اف يجي هاد وتصريف ثالث. اف شي يجيني هاد وتصريف ثالث اف ماي بيرنتس هاف اناف ماني. اذا انا راح انزل الاف وانزل ماي بيرنتس والدي راح اخلي هاد. ايش اخلي هاد؟ هاي الهاد الاولى المساعد مال التام تصريف الهاف لان الهاد هاي شو تريد وراها تصريف ثالث تصريف هذا الهاف هاد فيصير عندي اثنين هاد جدا جدا مهمه هاي الجمله. نجي جمله رقم 4 هاي وزاري 2021 if I not have the operation I would have died. زين نجي هسه اكو ود واكو هاف واكو تصريف ثالث يا شرطيه الثالثه اذا لازم اخلي هاد وتصريف ثالث. انزل الاف وبعدين الاي بما انه منفيه راح تصير هادنت. تصريف الهاف هاد نفس هاي الجمله مرتين هاد وجدا طبيعي the operation فارزة. اذا اجى ورا الود والكود والمايت فعل مجرد هاي يا شرطية هاي السكند الثانية لكن اذا اجى ورا الود الكود المايت هاف ورا الهاف تصريف ثالث هاي يا شرطية الشرطية الثالثة. الشرطية شنو؟ الثالثة. بقت عندنا الصفحات الخاصة بإف الشرطية راح أشرها إلك. نرجع من البداية بار صفحة 51 زائد 52 زائد 53 زائد 54 زائد 55 زائد عندك 62 زائد 63 زائد 70 زائد عندك 82 زائد 131 هاي راح يجي الفصل السادس هنا زائدا 132 فصل السادس زائدا 133 فصل السادس زائدا 140 الفصل السادس. اذا الفصل السادس عباره عن اف ويا المبني للمجهول. خليكم وياي حنروح لموضوع قواعد جديد تابع الشرح. اوكي طلابنا الاعزاء اجينا لموضوع جديد وهو الريبورتد كويستشن السؤال المنقول. شنو نقصد بالسؤال المنقول؟ هذا كل دور وزاري ما بمجال عليه درجتين. السؤال المنقول ريبورتد كويستشن احفظ السؤال ريبورتد كويستشن السؤال المنقول نقل السؤال من زمن الى اخر وليس الاجابه عليه. يعني مو هو اسئله القطعه الخارجيه واحنا نجاوبها، لا مو قطعه خارجيه، مو يعطينا قطعه خارجيه يريدني اجاوب، اروح اقرا السؤال شنو المكتوب واجاوب السؤال. هنا بالعكس، هنا اني انقل السؤال ما اجاوبه. كل زمن مضارع يصير ماضي، يعني مضارع بسيط ماضي بسيط، مضارع مستمر ماضي مستمر، مضارع تام ماضي تام، مضارع تام مستمر ماضي تام مستمر. كل ماضي يصير ماضي تام، ماضي بسيط ماضي تام. يعني ايدي وشاذ هاد وتصريف،
ماضي مستمر was where و ing يصير عندي had been و ing تلازم هنا حافظين الأزمنة. وكل مستقبل بسيط يصير مستقبل ماضي، يعني كل will would، كل can could، وكل may تصير might، ويجي وراهم الفعل المجرد. إذن أنا عندي منه السؤال المنقول، احفظ الريبورتد كويستشن. هسه عندنا خطوات تحويل السؤال المباشر للمنقول. شلون اني احول السؤال المباشر للمنقول؟ نضع ما قبل او بعد علامتي الاقتباس كما هو. شنو اقصد به؟ اني اقصد به هاي مثلا شي اسك، لين هنا متكفي كتبناها جوا، هاي وين يخليهين؟ يخليهين لو ورا علامة السؤال، لو يخليها قبل أداة السؤال، وين مكان يخليها نفسها أنزلها. يعني هسه مثلا عندي هي ask، أني أنزل هي ask، مو asked ask. عندي شي ask him، أني أنزل شي ask شنو him. عندي شي ask، أني أنزل شي ask، وهكذا. زين نحذف علامتي الاقتباس إن وجدت. علامات الاقتباس دني إذا موجودة إيش نسوي لهن؟ نحذفهن. نجي للمهم. ثلاثة، إذا بدأ السؤال بهاي المجموعتين، مجموعة الهاو ومجموعة الدبليو اتش، لا تحذف. ليش؟ لأن أنا دا أنقل السؤال مدى جاوبه، لا تحذف. مثلا أنا هسه عندي هاي وير، راح انزل منه ال where. منو عندي my teacher ask me، منو ذات السؤال why، ما تحذف تنزل. عندي now she asked him، منو ذات السؤال how long، ما تحذف. ليش ما تحذف؟ لان اني دا انقل السؤال. بعدين شجيب الفاعل، يلا الفعل بالسؤال العادي فعل وفاعل، بالمنقول بالعكس تصير، تصير فاعل وفعل. شو تصير؟ تصير فاعل وفعل، بعدين احذف علامة السؤال واخلي نقطة. شو احذف؟ علامة السؤال واخلي نقطة، نجي عليهم بالتفصيل بعدين. لكن اذا بدا السؤال فعل مساعد، شلون اعرف فعل مساعد؟ لا اكو هاي ولا اكو هاي، لو اخلي اف لو اخلي وذر. زين بيش بدأ فعل مساعد؟ اف. بيش بدأ فعل مساعد؟ اذن اف. اوكي، اذا بدأ فعل مساعد لو اف لا وذر. شو انا عرفت بدأ فعل مساعد؟ لا اكو دبليو اتش هاي، اوكي، ولا اكو هاي المجموعة اللي هي هاو لونج. ثم الفاعل والفعل ونحذف علامة السؤال ونخلي نقطة. اذا اكو بالسؤال دو داز نحذفهن، والفعل المجرد اللي يجي يعني وراهم يصير ماضي، يعني لا اضيف للفعل ايدي لو شاذ. واذا جديد يحذف واخلي بمكانه هاد، والفعل المجرد يصير تصريف ثالث. هسه نجي خطوه خطوه. نجي ناخذ هاي اول وحده، why haven't you answered all the questions. haven't مضارع، answered تصريف ثالث، اذا هنا مضارع تام. all the questions نزلنا my teacher ask me، سألني المدرس why. هسا نجي منو عندي؟ عندي ضمير الفاعل you، وعندي مفعول به. شنو عندي مفعول به؟ خلينا نشوف الملحوظات. هاي الملحوظات جدا جدا مهمة، جدا مهمة. اذا اكو بالسؤال الفاعل you، اكو بالسؤال فاعل you، واكو مفعول به، اكو مفعول به. شلون تعرف المفعول به؟ يجي بعد كلمة asked. هسه هنا اكو مفعول به، شلون عرفته؟ اجى بعد كلمة asked. هنا ماكو مفعول به، راسا جت شنو؟ نقطة. هذا شنو موقعه؟ مفعول به. شلون عرفته؟ بعد كلمة منو؟ ask. اذا اكو بالسؤال يو، هذا يو، واكو مفعول به، هذا مفعول به. نحذف اليو والمفعول به نسويه فاعل. شو احذف؟ اليو، والمفعول به اسويه شنو؟ فاعل. اذا المي شنو فاعلها؟ المي فاعلها اي. المي شنو فاعلها؟ اي. اذا واي اي صار عندي شنو هسه هنا؟
صار عندي فاعل اريد الفعل. الهاف مضارع، احنا المضارع لازم شي يصير ماضي. الهاف شنو ماضيها؟ هاد. ليه المنفية؟ hadn't answered all questions، واخلي نقطة بدل علامة السؤال. جملة لغة: where did you lose your purse؟ I ask her. اعتبر الخطوة الأولى تمت، خلينا ما قبل أو بعد علامات الاقتباس إن وجدت كما هو إن أزلناها نفسها. زين، بيش بدأ السؤال؟ ب WH تحذف؟ لا، تنزل. نزلت أني الوير، شنزلت الوير. شنو أكو بالسؤال؟ يو. وشنو أكو؟ مفعول به. نحذف اليو والمفعول فاعل، أحذف اليو والمفعول فاعل. الهير شو يصير؟ شي. والهير أصير شي. هنا كلش تمام. زين، منو عندي فعل مساعد؟ عندي الديد. منو عندي الديد؟ إذا ورد الفعل المساعد ديد يحذف وخلي مكانه هاد. يا بتومر، هذا حذفته وخليته بمكانه شنو؟ هاد. والفعل المجرد يصير تصريف ثالث، هذا اللوز شي يصير؟ lost، لأن هذا مجرد، لأن كان الديد. هالسدد صارت هاد، ورا هذا شي يجي تصريف ثالث، إذا صارت شنو؟ lost. اليور لليو، هسا الفاعل صار جديد، من هو الشي؟ إذا شو يصير؟ her purse، وأخلي بمكان الاستفهام نقطة. نجي did you have fun؟ she asked. she asked if. ليش خليت if؟ لأن بدأ السؤال بفعل مساعد، ما بدأ بأدوات السؤال. تمام، ماكو أدنى مشكلة. من الفاعل؟ you. إذا أكو بالسؤال you، هذا بالسؤال أكو you، وما أكو مفعول به، ما أكو مفعول به، راح تصير اليو اي. اذا انا مباشرة اسوي اليو شنو؟ اي. اذا اكو يو ومفعول اهمل اليو والمفعول فاعل، اذا اكو يو وماكو مفعول اليو تصير شنو؟ تصير اي. من الفعل؟ ديد. قلنا نحذفه، شنو نخلي مكانه؟ هاد. هاي الهاد مجرد، ليش؟ لان كانت ديد، هسه ديد صارت هاد، لازم الهاف تصير تصريف ثالث. تصريف الهاف هاد، وانزل الفال بمكان الاستفهام نقطة. مرتين هاد، اي كلش طبيعي تصير مرتين هاد. نجي بعدها do you still like the job she ask him. زين، بيش بدا السؤال؟ بدو. شخلينا if. اذا بدا السؤال فعل مساعد، انا اخلي لو if لو whether، whether راح يحددها. زين، من الفاعل بالجملة؟ يو. وأكو مفعول به؟ نعم. شلون عرفته؟ إجا ورا الأسك، أكو مفعول به. شي تقول؟ نحذف اليو والمفعول يصير فاعل، أحذف اليو والهم شو تصير؟ تصير هي. زين، إذا أكو بالسؤال دو أو داز، شبيها؟ تحذف يا بهاية أمور، حذفتها. والفعل المجرد يصير ماضي، لو إيدي لو شاذ. إذا هنا استل ظرف حال ما يأثر. لايك شو تصير؟ تصير لايك ذا جوب بمكان الاستفهام نقطة. نجي على هاي الجملة وير داز شي ليف. عندي منو؟ داز. منو ذات السؤال؟ وير نزلت. زين، منو عندي الفاعل؟ شي. شو تقول الملحوظة؟ إذا جاء ضمائر الغائب، من يا ضمائر الغائب؟ هي، شي، إت تو ذي. اكو مفعول، ماكو مفعول تبقى نفسها. هسه اجاني منو؟ ضمير الغائب، ماكو مفعول، اكو مفعول تبقى نفسها. انزل شي، وير شي. شنو اكو؟ داز. شبيها الداز؟ تحذف، والفعل المجرد يصير ماضي، لو ايدي لو شاذ. بما انه ليف شي يصير؟ ليفد، وخلي نقطة. نجي بعدها كان اي بورو سام ماني. باوع. من الفاعل؟ ضمير الفاعل اي. شوف، اذا اكو بالسؤال الضمير، الضمير منو؟ اي. من نحول نعتمد على السائل. شنو يعني السائل؟ منو السائل؟ شي. السائل يجي قبل كلمة asked، والمفعول به يجي بعد كلمة asked. اذا
منو السؤال؟ السؤال شي. اذا انا راح اقول شي asked me. منو السؤال؟ شي asked me. بيش بدا السؤال؟ بفعل لو بأداة استفهام. بفعل اذا اني اخلي اف. شو اخلي؟ اف. عندي اي. الاي تعتمد على من؟ على السؤال. منو السؤال؟ شي. اقول اف شي كان. شو تصير؟ تصير كود. لو كانت وول تصير ويد. لو كانت مي تصير مايت. وهكذا. فشو تصير الجملة؟ شي اسك مي اف شي كود بارو سام ماني بمكان. الاستفهام نقطة لان كل الجمل وزاريات. جملة الاخيرة وزارية اكثر واحدة بيهن. مهمة جدا جدا. How long was؟ was فعل مساعد. الذي يجي وراها اسم. اذا هذا مو فعل ing. ليش؟ لان مسبوق بالذي. She asked him. She asked him how long. التريننج التدريب. اقدر اعوض عنه شنو؟ بات. زين. شو راح تصير الجملة؟ She asked him how long. انزل منه the training. شو انزل؟ the training. وراها هذا الواز ماضي بسيط. الماضي البسيط شو يصير؟ ماضي تام. اذا بالماضي التام اول خطوة افكر بيها الفعل المساعد هاد. زين. تصريف الواز بن وبمكان. الاستفهام اني اخلي نقطة. هذا ما يتعلق بمن؟ بالسؤال المنقول. عندنا الصفحات ارجع عليهن 56 57 71 72 من كتاب النشاط. هاي خاصة بمن؟ خاصة بالمنقول. ولا تنسى كل دور وزاري. خليكم وياي راح نشرح موضوع جديد. اوكي طبعا الاعزاء وصلنا للموضوع الاخير من الفصل الثالث وهو regret الندم. احفظه زين. regret الندم. القاعدة مال من؟ مال الندم كالتالي. I wish if only. احفظهن. I wish if only. بعدين الفاعل. بعدين had و hadn't. التصريف الثالث ثم التكملة. نفس الفاعل مال الجملة تستخدمه. خطوات حل جملة الندم. لا تنسى هاي القاعدة. لو I wish لو if only. ماكو he wish she wish أو he wishes she wishes they wish. ماكو I or if only. خطوات حل جملة الندم. أول خطوة نحذف كلمة unfortunately إن وجدت. إذا موجودة هاي الكلمة حذفها. ما موجودة بعد أحسن. اثنين نحذف الجملة الثانية. إذا الندم كم جملة؟ اثنين. نطبق قواعد الندم على الجملة الأولى. هاي قاعدة الندم. على يا جملة؟ على الأولى. إذا كانت الجملة مثبتة لازم بالندم منفي. بالندم منفي. إذا كانت الجملة منفية بالندم تصير مثبت. شو تصير؟ مثبت. نجي عندنا التمرين صفحة 59 تمرين البي بالنشاط. وأكو تمرين صفحة 60 وأكو تمرين صفحة 70 خاص بمن؟ بالريجريت اللي هو الندم. وإحنا أخذنا بعض الجمل من دني التمرينات. أول واحدة unfortunately I ate 3 bars of chocolate. لسوء الحظ أكلت 3 ألواح من الشوكليت. That's why I felt sick. لهذا السبب شعرت بالمرض. نجي أول خطوة شو تقول؟ نحذف كلمة unfortunately إن وجدت. راحت حذفتها. اثنين نحذف الجملة الثانية. راحت حذفتها. إذن نطبق قاعدة الندم على الجملة الأولى. هو قال لي هنا regret ما حدد. إذن أني أي واحدة أستخدمها صح؟ لو أقول I wish لو أقول if only. من الفاعل؟ I. نزلت ال I. الجملة مثبت لازم شو يصير بالندم؟ منفي. I hadn't. I شنو؟ hadn't. هذا الفعل لازم يصير تصريف ثالث. eating three bars of chocolate. وأخذ درجتين. الجملة الثانية unfortunately you were rude. كنت وقحا to your brother. لأخيك. now he won't give us a lift. ما راح ينطينا توصيلة علما للسينما. عندنا كلمة unfortunately تحذف. نحذف الجملة الثانية. حذفت الجملة الثالثة الثانية العفو.
ثلاثة نطبق قواعد الندم على الجملة الأولى. إذن ما محدد I wish or if only. من الفاعل you أني أنزل اليو. زين بما أنه الجملة مثبتة لازم تصير منفية. You hadn't. الوير شنو تصريفها؟ been. You hadn't been rude to your brother. وتنتهي الجملة. ثلاثة 2021 الدور الأول هذه الجملة. Unfortunately you didn't lock the car. يعني ما قفلت السيارة. A thief stole some valuables from the car. يلا واحد نحذف unfortunately. اثنين نحذف الجملة الثانية. ثلاثة نطبق قواعد الندم على الجملة الأولى. ايش راح تصير عندي؟ اما I wish اما if only. بما انه هو محدد انا براحتي اجيب اليو. جملة منفية لازم تصير شنو؟ مثبتة. اذا انا ايش اخلي؟ اخلي had. الفعل هذا لازم يصير التصريف. ثالث locked the car واخذ الدرجتين. جملة رقم اربعة you drank a lot of coffee. باوع ما بيها كلمة unfortunately بعد. احسن now you can't sleep. قل لي regret. use مستخدما I wish. اذا تخلي if only خطأ. ليش؟ لان هو محدد لي يقول لي I wish. اذا يقول I wish. نرجع شو نسوي؟ هو محدد التزم بمن؟ بالتحديد I wish. زين شوي انتبهوا انا عندي you هنا وعندي you هنا. كل اثنين يو. كل اثنين يو يعني بالاولى اكو يو وبالثانية اكو يو. بالندم نسويهم اي. هاي يو وهاي يو اسويها شنو؟ اي. انا عندي قاعدة تقول الجملة الثانية ايش بيها؟ تهمل. اي ويش اي جملة مثبتة لازم تصير منفية. هادنت. الدرانك هذا الاي يقلب الى يو يصير تصريف. درانك لكن ركز لي شوية اللعبة هنا. منو عندنا؟ عندنا a lot of. a lot of ما تجي بالنفي. اكتبها يمك كتبوها. a lot of لا تأتي في النفي. راح نعوض عنها شنو؟ so much coffee. زين ليش صارت much؟ لان الكوفي غير معدود. القهوة ما تنعد غير معدود. لو كان معدود بمكان الماتش انا اخلي مني. اذا تحولت مني a lot of الى so. مهمة جدا جدا هاي الجملة. انتبه a lot of ما تجي بالنفي. جملة بعدها you bought some shoes last week. you decided you don't like them. اشتريت احذية قبل اسبوع وهسه انت ما تريدهم. ايش بيها الجملة الثانية؟ تهمل. ماكو unfortunately بعد. احسن شوف شنو المطلب اللي عندي. use if only. use شنو؟ if only يعني اي وش خطأ. اذا ايش راح اقول؟ if only. زين عندي يو هنا وعندي يو هنا كل اثنين يو. شي يصيرين اي. if only اي جملة مثبت شو تصير؟ منفي. hadn't. البوت نفسه يصير تصريف. ثالث بوت ركز لي شوية هنا. منو عندي اني؟ عندي السام. السام ما تجي بالنفي ابدا. ما تجي بالنفي شنو؟ ابدا. لا شنو نفي السام؟ نفي السام المتعارف عليه اني. لكن هنا جملة ندم ما نقدر نخلي اني. اذا شنو نخلي استاذ؟ لو نخلي ذيس لو نخلي ذوس. اي وحدة صح. وبعدين شوز لاست ويك واخلي نقطة وتنتهي قواعد الفصل. لا تنسى عندنا احنا هنا كل اثنين يو تحولهم الى اي. لكن اذا انت شفت يو وحدة وماكو يو ثانية انت راح تبقيها شنو؟ كما هي يو. هذا مثال قدامكم حي. ان شاء الله خلصت القواعد الخاصة بالمراجعة مال الفصل الثالث مركزة. راح اروح ان شاء الله لتمرينات والقطع والإنشاء الخاص بهذا الموضوع. تابعوني.